عشان اتقرب اكتر من المجتمع المصري. لما رحت اليابان كنت حابه جدا اعرف يعني ايه مجتمع مصر، يعني ايه مصر، لان في واحده طلعت كده قالت لي هل انتوا عندكم في مصر لازم الراجل عشان يكون متدين حقا وربنا يعزه لازم يكون معاه اربعه؟ طبعا انا حصلت انذار، حصل لي حاجه كده يعني وقفت كده وانا مش واخده بالي، فقالت لي يعني سوري سوري انا اسفه ان كنت داين كده. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف في الخارج والداخل الكلام ده كله يعني ايه مجتمع مصري، وما نقلدش لا يعني لا حد من حوالينا من دول حوالينا ولا نقلد كمان بره. دي جزء مهم جدا جدا. بالنسبه بقى للمرأة في المجتمع المصري، كلمة ست، كلمة ست اللي احنا بنقولها لأحسن حد دي كلمة فرعونية. الست بنقول لأم كلثوم الست بإيه؟ بنعظمها. طبعا حضرتك اتكلمت على يعني حتشبسوت، لكن أنا عايزة أقول لك إنه أصلا عندنا أسطورة إيزيس وأوزوريس. إيزيس وأوزوريس هذه الزوجة وهذه المرأة اللي أصلا ربت ابنها عشان ياخد بتوع يعني جوزها ويرجع للحياة مرة أخرى. فالمرأة في يعني الثقافة المصرية الحقيقية كانت أمر مهم جدا جدا، مش هقول بقى أحسن وأوحش، لكن كان ليها دور ودور جميل. فده أمر مهم جدا. احنا بنتكلم على ستنا مريم، من احنا حتى في الدين الاسلامي بنعظمها جدا، ودايما بنحطها في كثير جدا من يعني حلقات الدينيه بنتكلم عليها كسيده عظيمه ودينيه وكده. لما نيجي نتكلم برضو احنا عموما في الدين الاسلامي بنقول امك ثم امك ثم امك ثم أبوك. كمان بنقول الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني أنا كنت مشرفة على رسالة والولد كان ممتاز، شاب جميل كده زي حضراتكم كده، فهو يعني كان عامل تطبيق على الطالبات والطلبة، فهو من غير ما ياخد باله يقول للأسف لقيت الطالبات أكثر عناية وأكثر عملا وأكثر إتقانا. فأنا وانا المشرفه المفروض بهدافع عنه، فقلت له ايه يا احمد ايه؟ يعني ايه للاسف دي؟ فهو طبعا يعني اتخض، بس انا دايما كنت مع يعني كل التلامذه عندي الطلبه راجل متجوز يعني وكده، فقلت له ده امك قاعده وعندك بنتين وانا المشرفه عليك ازاي تقول للاسف؟ فطبعا يعني وهكذا. فاحنا لا ده احنا نسينا التراث المصري الحقيقي، هو الحقيقه كده. نسينا التراث المصري الحقيقة، نسينا ان احنا بنقرأ في الدين المسيحي والدين الاسلامي، نسينا نقدر نقول يعني البذرة الجميلة للمصريين، نسيناهم قوي مع العولمة بقى والسوشيال ميديا والحاجات دي، وتركنا الامور للاهواء، وده في منتهى الخطورة. احنا لازم نقول ان احنا تراثنا المصري القديم عظم المرأة ودور المرأة. لازم نعرف كأنه يعني لما نتكلم عن نفرتيتي او حتشبسوت او وهكذا، لازم نعرف ان كان ليهم دور كبير في الحضاره المصريه. لما نتكلم عن الدين المسيحي لازم نقول كده، لازم لما نتكلم على الدين الاسلامي وهكذا. فاحنا يعني للاسف حتى لما نيجي ندي امثله، ساعات ندي في امريكا وندي في ايطاليا وندي كذا، انا عشت في فرنسا مده طويله، لكن طول الوقت كان عينيا اني ازاي يعني اعرفهم يعني ايه مصر. اعرفهم يعني ايه مصر. مش هخرج عن السياق اللي بيتكلموا فيه، لكن انا عايزه اقول لكم انه في الدول الغربيه في انجلترا وفرنسا مثلا، الاطفال في سنه رابعه ابتدائي بيدرسوا التاريخ المصري القديم. انا ما شفتش العمق اللي بيدرسوه هناك زي العمق اللي بيدرسوه هناك. فهي الموضوع مش هو ثقافه من ناحيه احنا نسينا احنا يعني تاريخ، نسينا ديننا، نسينا كل حاجه، وبالتالي دايما نبص للخارج. دي حته مهمه جدا
فلما نيجي نقول انه التربيه في مصر ده احنا السبب فيها، احنا اللي غيرنا المناخ الحقيقي لتاريخنا، واحنا السبب في مناخ الاسره المتعرب، واحنا السبب في ما يحدث الان، مش حكايه الام ولا الاب، احنا اللي طول الوقت بنفتح الشبابيك والبيبان على الغرب مش على مصر الحقيقيه. مصر صلبه جدا، يعني احنا عارفين انه الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا نرجع كده الدكتور مظهر شاهين في هذا، كان بيقول ما التفت يمينا او شمالا الا وجدت مسافرا في الكعبه الموازنيه تدافع عن، حصل كده؟ طب احنا ما بنطلعش الحاجات الجميله دي، اشمعنى دي ما بنطلعهاش؟ اشمعنى مسنة وثلاثه واربعه هي اللي فرحانين بيها قوي؟ ما ينفعش. فاحنا لا، محتاجين هي الموضوع موضوع ثقافه، هي الموضوع موضوع فكر، هي الموضوع ثقافه فكر، فبعد كده بتنتقل من اب لاب والام لام، هي دي بقى المهم جدا. كمان احنا ركزنا بشكل غير، بشكل جنوني يعني، على جسد المراه مش عقلها. دي برضه من الامور الخطيره جدا في حياتنا. انا شخصيا زي ما بقول لكم انا عشت بره، عشت في انجلترا شويه، في فرنسا طبعا، رحت اليابان. انا بقول انه هي المشكله ان احنا اتسرق يعني تراثنا، اتسرق ديننا، اتسرق حاجات كتيره جدا مننا نتيجه ان احنا بنهتم بثقافه الخارج مش ثقافه الداخل. يعني انا كان والدي يقول احنا ما فيش حاجه عندنا اسمها طلاق، احنا زي المسيحيين ما عندناش حاجه اسمها طلاق، هو كده زوج وزوجه انتهى. كنت بسمعه وانا صغيره كده، فخلاص يعني في بالي ما فيش حاجه اسمها غير ان احنا بنحترم بعض. يعني طبعا انا احترم جوزي وجوزي يحترمني، خلاص ما فيش حاجه اسمها ان احنا هنعيش في الجنه، هيحصل فيه مشاكل، في اختلافات، ده بيقول لك اخين وليهم طبعين، مش حاجه زوج وزوجه. لكن المهم ان احنا نسينا تراثنا الجميل، نسينا ان احنا كانت مصر ثم كان التاريخ. لو انت بقى قلت كانت مصر ثم كان التاريخ، هتحترم الدين المسيحي، هتحترم اليهودي، تحترم انك انت مصري اولا، ده هو ده. فده كله احنا فيها سلب من التصرف كده. جاء بقى نقول انه احنا عندنا طبعا للاسف الاميه عاليه جدا، يعني تقريبا 28% اميه. بنعمل ايه؟ الاميه دي بتخليني انا اشوف مثلا فلان بيضرب مراته كذا، ابتدي انا اقول اعمل كده، تابع الكلام، التقليد اعلى. احنا عندنا الكلام ده كتير قوي، وخصوصا في الاماكن اللي هي مش في العصر، مش في الحرم، مش عشان ما يزعلوش بس من هنا. فدي برضه كده التقليد اعلى، والتقليد اعلى ده في منتهى الخطوره. فلا عندنا ثقافه، وعندنا تقليد اعلى، وعندنا اميه عاليه. وبعدين زي ما بنقول كده انه برضه احنا بدانا بنركز بشكل غير طبيعي وبشكل مرضي على جسد المراه وليس عقلها. وانا اقول لكم بقى فرنسا اللي هي فيها اماكن للبغاء وفيها كذا وفيها كذا، واللي انا بقول ده حقوق الانسان الزيادة، لو كانت تقدر انها تعيش نفسها ما كانتش عملت كده، لكن ده بيعتبروه حريه شخصيه. طيب، وطبعا اماكن الشرطه بتبقى كل يعني على طول واقفه حواليهم. فده الحريه، ده حريه جماعة. لا، احنا لازم نقول كان في بقى جمعيات اسرائيليه زي ما حضرتك كده بتقولي ان كانت بتدافع عن المرأة وخليج القوية، كانت تشطب على أي إعلان فيه نساء عاريات، تشطب عليها بالحبر، يعني العالم في كده، يعني في ده وفي ده، إحنا ما بناخدش بالنا من ده، لا، نعمل الجولة ونعمل كذا، ويجوا البنات يقدموا برامج بشكل غير لائق. فإحنا بيضيع مننا التراث الجميل، بيضيع مننا الثقافة المحترمة، بتضيع عقلنا نتيجة أفلام كذا وكلام كذا، وبيدخل بقى علينا السوشيال ميديا، بيدخل علينا طبعا يعني الافلام اللي هي لا تصح ولا تليق، وحضراتكم عارفين طبعا كلكم اكيد اعلاميين او عظماء، انا مش حاجه معاكم حاجه خالص، زي منى زكي ومحمد بيه وهكذا، دي حاجات خطيره. فهي طبعا الاسره مهمه جدا زي ما يعني حضراتكم
يعني برضه متابعين اسره مهمه، بس مين اللي هيعلم الاسره واحنا عندنا هذه النسبه الكبيره من الاميه؟ مين؟ طيب ما هو بنقول الكنيسه والجامع وايضا الدراما والسوشيال ميديا والقوه، اللي احنا بنقول قوه ناعمه، ما في قوه نافذه زي الحرب كده. يعني الرئيس اول حاجه عملها من حاجات هامه جدا قال لك الجيش، نسلح الجيش. احنا بنسلح المجتمع ازاي؟ فانا بقول نحن الذين غيرنا مناخ الاسره. ده غني، ده انت مين متقرب لبنتك وعايز يتجوزها؟ طب هو كان بيشتغل في السعوديه، طب هو راح الكويت، طب عنده كام؟ ده اول حاجه بيقولوها دلوقتي. طب فلان ده محمد رمضان ده جايب عربيه كذا، ده كل ده احنا ركزنا. الاسره المصريه لازم ترجع لمكانتها المفترضه. لازم نقول ما فيش دلوقتي الاب والام اللي بيطلعوا في دراما، دلوقتي في لا كله بنات وهكذا. لا، فين الاب والام اللي بيطلعوا في دراما؟ فين الاسره اللي بتطلع؟ فين بابا عبده وابله فضيله وماما سميحه وعيلة مرزوقة فانتي؟ فين الحاجات اللي كانت بتدينا في حاجه اسمها اسره؟ اسره احنا ساعات لما اساتذتنا كنا نقعد كده حواليهم يقول لك ايوه عايزين قبيله عيله الاجتماع. طبعا ده يعني مجرد تشبيه عشان يقولوا لنا ان احنا كلنا مع بعض. فهي موضوع ضرب المراه او اهانه المراه لا هي في الدين الاسلامي ولا هي في الدين المسيحي ولا هي في الثقافه المصريه، ولكن احنا بناخدها برضو من خلال بعض الثقافات الغربيه اللي كانوا بيهينوا المراه، بيهينوا المراه فعلا، او ممكن المراه يعني يكون اكثر من الراجل عشان مزاجهم.